اللي مشيت ما سولت ما والو، شديت الفلوس سقت يعني كنسحب راسي انا نيه باق الناس نيه معايا. قلي انا الدار ديالي، قلي شنو قلتي؟ قال لي ديالي هاد الدار. كنتمنى حتى شي واحد ما يطيح في هذا الموقف اللي طعت فيه انا، يعني خاص الناس تسول وتبحث وتعرف مع من كتمشي ومع من كتجي. يعني ما بقيتش غنعاود نجمع هذيك الفلوس نشري لولادي معاد. الناس سوالو باغا غير فلوسي رجعوا ليا صافي. كريدي قصدني. كنخرج دابا كنمشي ندبر، كنمشي نجفف لشي وحده ولا كنمشي. السلام عليكم. سلام. شنو المشكل اللي عندك انت؟ شنو وقع لك؟ عاودي لي شوف. عاد شويه لك عاودي عاودي باش الناس يعرفوا شنو كاين. قصتي صعيب اخويا بزاف، قصتي صعيب. انا 7 سنين دابا وانايا كنعاني، دابا داخله في 8 سنين وانا كنعاني من هاد واحد السيد نصب عليا صب عليا ودا ليا فلوساتي كاملين، ومشكله واخدينهم من الابناك ومن كلشي. باقي دابا كنخلصو. عندي 5 الوليدات ومحنه ومكرفصه، واحد الحاله ما تقدرش تشوف فيها كاع. مش غنقول لك انايا مشيت باش نشري لوليداتي محل زعما نستقر فيه انا وليداتي، وداو ليا فلوسي خويا، داو ليا فلوسي. عارف شويه عليك، ولحد دابا ما خديتيش حقك. لا ما خديتش حقي وما لقيتش اللي وقف معايا، لا ما تشدش، ما خديتش حقي وما لقيتش اللي يواجهني ولا اللي يوريني الطريق الصحيحه. علاش ما تشدش؟ ما تشدش حيت عدو الطرقان بزاف، ما يديرش ما يتشدش، واخا يبغي يتشد ما يقدرش، حقاش كل شيء في المدار كينصب على الناس وكيدي لهم ديالهم بكل كيدور عادي وكيمشي عادي وكلشي. هو دابا ساكن في الطيط من الليل، وانا درت به شكايه هنا في سميتو في 17 وما قبلوهاش ليا. شكايه لازال البوليس دازت على الجدارميه ملي درتها، قالوا لي هذا العنوان راه ما فيهش. المسطره شكون شاد لنا البوليس دابا حاليا؟ المسطره على النصاب الثاني اللي صيفط ليا شاد لنا البوليس. لا هذا اللي داك الفلوس كذا اللي شاد لنا البوليس دابا. البوليس ديال اي مدينه؟ المحمديه. ملي كتمشي عندهم شنو كيقولوا لك؟ كيقولوا لي سيري المحكمه. ماشي غنشخشي دابا غتعاودي لينا من النهار انك تبغيتي تشري تميتي غادي باش تشري، شنو وقع؟ كيفاش تلاقيتي معاه؟ كيفاش عرفتي؟ لقاني معاه السمسار في بلاصه في الحسنيه في المشروع ديال الفتح، المشروع فتح جوج. كنتي باغا تاخذي شي حاجه؟ كنت باغا ناخذ السكينه لولادي وما سولت ما والو. ملي مشيت عند هذا دار فيا ما بغا. شنو قال لك نهار الاول؟ نهار الاول كيقول لي رانا غادي هاد البارتما راه ديالك وراه غير. علاش داك وراك شي بارتما ولا شنو؟ داني وراني الدار الله كتبنى من السفلي. ملي وصلت الثاني مشيت ثاني، ملي وصلت الثالثه مشيت، ملي وصلت الرابعه مشيت، لقيت العماره كتبنى، الدار زعما كملات وتبنات وكل شيء. وملي كنمشي كنكتشف بانه شاريها واحد اخر. هادشي بغيت نعاود لينا بشويه، بلا شويه بلا ما تخلي بلا والو، بالعكس الله يحسن والو عندك مشكل راه ما سالش. واي اخويا. بشويه باش الناس يفهموا. بالنسبه اختي فاش انت اول حاجه قبل ما تكتشفي هادشي كامل فاش كان واقف معاك، فاش دخل معاك العماره، شنو الحوار اللي دار بينك وبينه؟ وكيفاش قال لك كيفاش تقدر تشريها؟ شرحي لنا. قال لي غتستافدي، يعني انا غنبيعها لك ب 21 مليون وانت راه غتطلع لك رخيصه. كحله كان داير معايا غيدير لي الشراجم صافي. قلت لي تعاون معايا مع الشريك ولا شنو؟ لا كيبني هو. يعني الشريك كنقول لك كيقولوا لي مول الشكار هو اللي كيبني. هو اللي كيبني، هو اللي كيبني. يعني هو غادي يبني غتخش هاد البارتما غيبيعها لك انت يعني. ديك الساعه انت فاش مشيت الدار شنو كانت بروميير باقا سفلي ولا شنو؟ لا شتها صافي ملي مشيت، قلت لك شتها باقا لا بدات كتبنا. ملي كملت مشيت ثاني قال لي ها البارتما ديالك، دخلني لها كامله شتها. يعني قالك بارت ما فرحتش انت؟ فرحت ومعلوم فرحت، عاطيها 15 مليون هذيك الساعة كاش فوق. قبل ما تعطيها 15 مليون كيفاش سلمتي لك 15 مليون؟ شنو قال لك باش عطيتيها لي؟ قبل ما تعطيها 15 مليون شنو الحوار اللي دار بينك وبينه؟ شنو قال لك؟ واش عطيتيها لي على اساس يكمل بها الدار ولا باش تدخلي ليها؟ شرحي لي. لا عطيتيها لي على اساس باش يكمل بها وندخل. شحال ديال تقريبا ديك الساعة الدار كملات؟ لا كانت باقا كتبنا، ملي كملها مشيت عاوتاني شت كل مره كنضرب دويره. ديك اللقطه يمشي وطلب منك 15 مليون شتي سالا الدار ولا ديك الساعه وقت؟ لا باقا كتبنا.
شنو قال لك شنو دار بالحوار دار بينك وبينه؟ صافي قال لي هذيك راه ديالك ما غيحيدها لك حتى شي واحد. وصافي قال لي ملي غتكمل وتبنى غادي ندير. وانا ثقت فيه بحال اي واحد ثقت فيه. اش قال لك؟ عطاني في الاول 15 مليون وقال لك عطاني الفلوس كاملين. شنو قال لك؟ هو فين ما كل مره كيعيط ليا كيقول لي عطيني الفلوس راه الدار قريبه تكمل راه كملات راه هادي. بالنسبه ل 15 مليون عندنا عطيتها لي عند العدول. كاتبنا عليها كتب لي وعد بالبيع في 15 مليون. ومن بعد دازت واحد جوج سيمانات ولا ثلاثة قال لي صافي راه الدار كملات. قال لي راه الدار كملات صافي جي باش بقى حتى يومين وغنتكاتبوا. كملي ليا عطيني 21 مليون. قلت لي راه عندي غير ثلاثة. قال لي صافي عطيني هذيك ثلاثة وما غنتكاتبش معاك عليها تل سميتو. انا بقات لي يومين وغنجيب المستفيدين وغادي يديروا معنا هذيك ابراء الدمه وغتاخذي بارتمنتك. يعني انت شخصي فيه؟ ثقت فيه بزاف حيت كان كيجيني بواحد الطريقه ماشي تعطيه الفلوس. حسبته بحال خويا وكيجي عندي للدار وكياكل معانا وكل شيء كيجي كيقول لي راه دارك هذيك وما كاينش اللي حيدك منها وانا شت عندك الوليدات خمسه ما غاديش ندي لك ديالك. يعني تبشك مزيان. ماشي تبتني بزاف كاع وانا ما كنتش اول مره غادي نشري الدار وزعما فرحانه الثقه اصلا فرحانه وهذيك الثقه اللي دايره هي اللي عماتني وخلاتني غاده. ملي كنمشي كنلقى الدار تباعت ما عندها. لا بالله شي قبل فاش طاجي ديك المليون ديك الساعه ما درتش معها حتى شي كشافه لانك ثقتي فيه. اثقت فيه حيت قال لي يومين صافي وغادي هذيك اللي بقى دوك الفلوس اللي بقى ليا قال لي غتعطيهم ليا كريدي. كل مره عطيني شويه علاش ثقت فيه. وبالنسبه فوصلتي مع انه تكاتب معك على الدار يعني فاش غادي يجوا الناس مستفيدين وتكاتبي على الدار وتكاتبي على الدار تولي ديالك شنو وقع ديك الساعه؟ وقع بانني اكتشفت كانوا كيقلبوا علي شي وحدين بانه راه نصب عليهم في شي دار في سميتو في شلالات. من بعد تما صافي ولا كيدخلني الشك بقيت كنسول بقيت كنعيط ليه ما كيبغيش يجاوبني. صافي ملي دا عندي هذيك ثلاثه ما بقاش بغى يهضر معايا. ملي مشيت كنشوف كيقولوا لي هذا راه نصاب راه دا لواحد الناس فلوس ديالهم في الشلالات. صافي وليت دخلني الشك وليت كنقلب عليه كنمشي كنلقى الناس اللي دايرين طوموبيلات وكيقلبوا عليه. صافي انا فشلت ديك اللحظه. لا نصب على بزاف ديال الناس وكاين اللي تفاك معاه وكاين اللي عطاه وكاين اللي ما عطاش. ديك الساعه انت باش تعرفي ان الدار نبيعوها لناس اخرين. شو عندك شي ناس؟ جاو عندي واحد الدراري قالوا ملي شافوني كنقلب قالوا لي انت فين شاريه؟ قلت لهم انا شاريه هاد الدار البروميان. قالوا لي هاد البروميان منين دزتي ليها؟ هادي راه ديالنا. منين دزتي ليها؟ قالوا لي منين دزتي ليها؟ صدمت ومبقاش عندي رجلين لا باش نزيد لا درت بحال اللي ما عرفتش غنقول لك طرات ليا شنو غنقول لك فجيعه طرات لي. بالنسبه ديك الساعه موراها سمعنا انه قلت لي انه تشد في الحبس على شي مشكل اخر. تشد في الحبس عامين. سمحي لي قبل ديك الساعه ما تشد في الحبس ملي عيطتي لي في التليفون قلت لي انت راه سمعت ان الدار راه ديال الناس اخرين شنو قال لك؟ ما تلاقيتش بيه هذيك المره ما تلاقيتش بيه انا كاع ملي بداو يقلبوا عليه الناس تشد ما بقيتش لقيته. مشيت النهار اللي تشد مشيت انا حتى للمحكمه وكنشوف الناس 12 واحد منصوب عليهم كل واحد كاين اللي 12 كاين اللي 18 كاين اللي 20 كاين اللي 15. يعني جيت رجليا ما بقيتش كنتحكم فيهم كاع ما بقيتش كنقد نزيد من تمايا راجلي اللي هزني تا خو عليا الماء حيت كنشوف انا رزق ولادي ضاع وانا ضعت. واللي قالوا لي راه اللي شدك كي زعما كيعطيها لمرتو. يعني ملي مشينا نشوفو ما صافي تصدمنا ما بقينا بقيت كنمشي حتى للحبس تشد ومشيت للحبس خلي بالي. مشيت مع مرتو قلت لها انت اختي دخلي قولي ليه تفكر ديك السيده راه عندها وليدات وعندها هادي. ما ضل النهار كامل وانا كنتسنى في الحبس. هي خرجت قالت لي انا راه هضرت معاه عليك وراه قال لك تنخرج. ملي غيخرج من الحبس كل جا عندي جا هو مرتو
جاو مرتو وهذاك الدري اللي كان واخد بروميانو والمجاز اللي الدار ديالك اللي شاريها. قال لي دابا نتفاهموا حنا غناخذوا المجاز وانت غتاخذي البروميان، ولكن مشي تنازلي لينا دابا. اش تنازلي لنا؟ قال لي تنازلي لنا باش يبيعها باش باش يفك هذا الشيء ديالو. لا ما تنازلتش. قلت لي انا بغيتها كما هي، انا بغيتها. قال لي راه فيها في الناس خايبين وفيها طحتي مع ناس خايبين وطحتي مع هذه. قلت لي انا بغيتها واخا نعرف نسدها حيت الحرقه ديالها بقات لي في قلبي. نكذب عليك اه باقي الكريدي وباقي كل شيء. الراجل دابا طالع لي طونسيو ب 24. راجل مسكين هو خدام خدام آه راجلي خدام ولكن دابا لانتريس. وانا كنت خدام وهزيت كريدي وحلت وصدقت خايده من حسابي من الشركه باش نخلص هذاك الكريدي حيت ما بقيتش قاده نصبر في الشركه ولا عندي انهيار عصابي. اختي مورا ديك الساعه ان شاء الله مورا ديك الساعه فاش نو معاك وقال لك تنازل الدار شنو طرا؟ صافي مشاو غبروا عليا. شحال من مده باش غبروا؟ غبروا عليا بشي 3 شهور ولا 4 شهور. صافي مشيت انا كنبحث كنسول كيقولوا لي الدار، كنمشي تبان ليا كنقول صافي راه ما ساكن فيها حتى واحد. كنمشي نبحث درت محامي قال لي غندخلك ليها، درت محامي في المرسل تحت قال لي غندخلك بالجدارميه وبداكش غدخلي صح للدار. ما دار معايا والو حتى واخد عليا 80000 ريال. كتحسي بالفلوس كتجروا؟ كنحس بالفلوس كتجروا، كنحس بحياتي كتجروا، وليداتي كيضيعوا مني يعني ما بقيتش غنعاود نجمع هذيك الفلوس ونشري لولادي معاد. صبري دابا ربي يفرجها. ما بقيتش لي وقف معايا وكنطلب من الناس دابا اللي كانوا يسمعوني ولا كانوا السي الحموشي وجلالة الملك يسمعني رد ليا غير حقي. ما بغيتش شي حاجه، ما بغى لي فلوس من الناس لا والو، بغى غير فلوسي يرجعوا ليا صافي. كريدي قصدني. كنخرج دابا كنمشي ندبر، كنمشي نجفف لشي وحده ولا كنمشي نبيع كرويحات ولا شي حاجه باش كنعيش. كيقول لي الراجل فين ما كانوا كيقول لي انت زعما السبب في هادشي اللي السبب اللي انت اللي زعما مشيتي لهاد سميتو هاد السكنه تاعك. كلشي كيتقاول ما كاينش اللي ما كيتقاولوش. انت درتي غير النيه تاعك ما عليك والو، وربي راه ان شاء الله ياخذ فيه الحق وان شاء الله انت تكون تاخذ لك حقك. وبالنسبه اختي زيد عاوتاني نصب عليا عاوتاني تقت بي اه قلت لك الحر ديال انك انت غتيقيني ما غنلوموكش. صافي عيط لي واحد النهار قال لي صافي، قال لي شوفي، قال لي انا بغيت انا صافي راني تبت وبغيت نرد لك حقك. قال لي تبت وبغيت نرد لك حقك. قلت لي كيفاش غترد لي حقك تعطيني الفلوس؟ قال لي لا ما غاديش نعطيك الفلوس، راه عندي واحد صاحبي فيت داير فيه بليزير داير في واحد الخير وغير ردوا ليا. قلت لي كيفاش غير لك هذا الخير ديرو فيه غير ردوا لك؟ بحال دخلني الشك شويه بديت مني درت قلت كون راه فعلا تاب وكون راه يعني كون راه صافي يعني بقيت فيه وبغى يرد ليا فلوس ديالي صافي. قلت لي كيفاش داير فيك خير؟ قال لي داير فيا خير واحد المره راه غردوا لي دابا هذيك 18 حسبيها عنده وغتزيديه وغتاخدي واحد البارطمان راك غتمشي تشوفيها. غتزيد؟ قال لي غتزيدي 8 فوق 18. اه قال لي غتزيدي 8 منه تيقه انت كيبان لك فوق 18. قلت صافي انا يا قال لك راه شاب قال لك اه قال لك راه تبت وقال قال لي تبت وصافي وانا بغيت نرد لك حقك شتك عندك الوليدات وما حنا وعذبتك وهادي. من الانسان ملي كيبدا يظهر ما كابغاش بحال هاد الشيء صافي كتقول صافي تقت عاوتاني تقت. صافي عيط لي السيد الاخر حتى هو عطاني مرتي وعيطوا لي قالوا لي قال لي غتجي تشوفي الدار اللي هنايا فتح واحد هنا وفتح جوج في الحسنيه. من بعد من شفت الدار عجبتني قلت صافي هذا اتقى الله وفعلا بغى يعطيني. مع هذاك السيد؟ لا ما كانش الاخر كاع، كان هذاك النصاب وحده. هذا النصاب الثاني صافي تقت فيه. جات مشيت انا وراجلي شلنا الدار الباركو جليج الناس خدامين وقال لي عندك؟ قال لي شتي الدار؟ قلت لي شتها؟ قال لي عجبات؟ قلت لي عجباتني. قلت لي وانت فيت جبت مع الموضوع؟ قلت لي انا راه عندي مشكل مع محمد وهذه. قال لي هذا الثاني ماشي الاول.
هذا الثاني قلت لي عندي مشكل مع الاخر راك عارف. قال لي شوفي قصتك مع عاودها لي محمد وبقيتي فيه ورا دابا بغى يرد لك حقك. قال لي بغى يرد لك حقك صافي. قال لي دابا راك غتهني وانا هاد السيد فيدير فيه دير فيه خير وغردوا ليه صافي. طلعني للدار قلت لك كيف قلت لك عجباتني زوينه. قال لي ديري الجفاف وتدخلي. ملي صافي قال لي عندك تمشي تقولها للمقدم وعندك تمشي تقولها لشي واحد انا راه غادي نبيع لك. يعني المقدم ما يسمعكش حتى واحد ما يسمعك وما تسولي ما والو. قلت انا بالصح قلت انا بالصح ربما ما يكونوا هاد الناس هاد الناس غيسمعوا. حيت قال لي الا سمعوك غادي يجيو يبداو يقولوا لك اعطينا اعطينا اعطينا. قال لي الا سمعوني بعد غيجيو يقولوا لي ارا لينا دور معانا هارا. هادشي اللي قال لي هادشي اللي علاش ما خلانيش شكيت شويه. صافي صافي قلت ليه قال لي غتزيديني 8 فوق هذوك هذيك 18. قال لي غتزيديني 8 فوق 18 اللي عاطيه هي 24 مليون 24 مليون. قال لي غادي 26. قال لي لا قال لي جوج. قال لي ما غنكتبهاش لك وغنسمح لك فيها. قال لي غتعطيني 6 ولا قال لي 6 ثاني بدا يدخلني الشك. قلت كيفاش هذا جوج ما غيتكاتب معايا على ما والو. قال لي وقت ما عطيتيها ليا المهم دابا قال لي عطيني 6 كملي ليا وسير سير سكني في دارك ها الجفاف ودخلي صافي. وديك الساعه كتكتبوا هاد العدو ولا عندهم؟ قال لي غنديك عند واحد النوطيره في كازا. قال لي غتكتب عند واحد النوطيره في كازا. قلت لي علاش غنمشيو عند هذا اللي هنايا؟ قال لي لا انا كنكتب هاد الديور اللي هنا. قال لي كيتكتبوا في كازا. وقال لي ما تسولي ما والو. قال لي حقاش راه لا جبت لا سولتي غتجبدي عليا المحل. صافي ملي مشيت اخويا معاها صافي وجدت خديت 6 خديتها من عند شي ناس الله يكثر خيرهم كملوا لي. قالوا لي ملي غترجع لك 18 ديالك هاكي 6 هاكي 6 كملي بها صافي. ملي مشيت خويا ديت 6 مشينا عند هذيك هذيك النوطيره. ملي كان من بعد لقيتها غير غير عدوله دوزات الوراق محاميه وعدوله الوراق كلهم قادين مصوبين. كتقول لي وهي سجلات ليا وكل شيء دابا الوثائق عنده. والمشكله سجل على راسو 26 25 مليون. سجل على راسو 25 مليون. شنو تكتب شي واحد المحامي ولا شنو تكتب شي واحد؟ تكتب معايا على فتح واحد على الشقه على الشقه اللي شد حجوج. هو داني على اساس عقلي في فتح واحد. داني فتح واحد وراني الدار داني وراني الدار فتح واحد ولكن اللي كتب ليا في الوراق فتح جوج غير الارض. ما بنيه ما والو ما بنيه ما والو. ضحك عليا حتى هو الارض واش في سميتك ولا لا؟ في سميتي في الوراق ولكن عندي الفسخ ديالها. علاش مشيت كنقلب مولاتي جبدات ليا الفسخ. مشيت كنقلب في تمايا على هاد البقعه لقيتها غير ارض. قالت لي اختي انا فاسخ معايا فاسخ معاه هذيك وبقى كيلعب بها ذوك الوراق. يعني صبع جمرات. وقال الاخر كيعيط كيقول لي واش تكاتبتي؟ قلت لي راه تكاتبت. قال لي عطيتيه الفلوس. قلت لي راه عطيتو الفلوس. الفلوس ما بغاش يشدو مني. سولتو العدوله قالت لي واش واخد الفلوس؟ قال لها واخدهم. قال لها واخدهم. ملي مشيت للمقاطعه مشينا لانجليزي واحد الوراق قال لي عاد قال لي جبديهم هذيك 6 جبدتها ليه. ما سبقش شي كان شنو في الاجراءات القانونيه؟ دعيت هذا من الاخر اللي مقيد على راسو 25 مليون دعيتو. فين دعيتي؟ دعيتو في المحمديه هنايا. دوسي مشى للكوميساريه اللي لتحت. دعيتو في الكوميساريه اللي لتحت. امتى دعيتي؟ امتى جات الدوسي؟ امتى دعيتو؟ دابا شي عامين. شنو قالوا لك؟ تصنتو ليا. شنو قالوا لك؟ كيقولوا ليا كنمشيو للدار وما كنلقاوش. هو فين ساكن؟ ساكن في سميتو واحد الجوطيه في في المحمديه. في المحمديه ولكن دابا ما بقاش في المحمديه. كنمشي نعس عليه بمره مره ما كنلقاهش. ما عرفتيش من دار الاسره واش ولا ريسيرشي ولا باقي يتبحث؟ كنمشي كيقول لي سيري للمحكمه. ملي كنمشي للمحكمه كيقولوا لي سيري للكوميساريه. راه الدوسي في الكوميساريه. باقي كيمشي هكا هكا. الرساله ديالك اختي بالنسبه للاول اللي كان صبرك الاول حيت ملي دعيتو في هذاك ما عرفتش العلوان ديالو. مؤخرا عاد عطوني دابا العلوان ديالو. طيت من الليل مشيت عنده مشيت عنده ملي وراوني الدار ديالو مشيت عنده.
مشيت عنده وطلعت عنده في الليل مع 11 ديال الليل طلعت ليه وطلعت ليه وتخلع وكيسحب ليه وجاب ليه بزاف ديال الناس ومعاه مراته معاه مراته ومع مرته كتجي اصلا وكي اي حاجه شراها كيديرها في حساب مرته كملينا ديك الساعه شنو وقع منين كمشيت عاد مشيت باش مشيت كنغوت انا كنقول لي ديتي ليا ديالي ونصبتي عليا وهادي اليوم ما غتفكني معاك غير رسميتو شويه جدرميه هما محسوبين على جدرميه حتى هما في واحد المشروع حسب على الجدرمية ملي مشيت اخويا ملي اتبع ليا واحد ولا كيطلع مورا واحد جابوا لي الناس بزاف شي 20 واحد شي 20 واحد كاع جلسوا في الصاله وعمر الصاله وانا كنغوت ملي شفت واحد تابع واحد واحد تابع واحد وراجلي لتحت ومعايا الناس قلت منقدرش ما عيطتيش للجندارم لا ما عيطتش للجندارم علاش تخلعت من الناس اللي طلع عليا وليت كنقول عندك يقتلوني تما ونولي لا لا ما انا بولادي ما انا بدار ما انا بفلوس ما انا بتا شي حاجه حتى الان انا والو شاري كلشي كلشي كنطلب منو يساعدني في وريقاتي وفي بغيت فلوس ما بغيتوش اني يتشد بغيت فلوس اما اللي تشد شنو كيقول هو كيقول لي سيري شديني سيري دعيني سيري دعيني شديني كاع نخرج ندير عامين ولا عام ونص نخرج وتي سيري عاودي عليهم هادشي اللي كيقول لي باقي دابا ملي كنعيط ليه وكا كنبقى نبكي عليه كيقول لي دابا هاد السيمانه السيمانه الجايه هاد السيمانه السيمانه الجايه ديما هاد السيمانه السيمانه الجايه كنطلب من الناس اللي في السلطه يوقفوا معايا باش ناخذ حق خمسين كريدي كتخلص اه باقي كنخلص كريدي عندي 46 بعدا كيقطعوا راجلي شحال المده ما كيقطعوا شي دابا من 7 سنين دابا كيقطعوا باقي حتى 2026 بغيت نتابع ما تسع لكن دابا الثامن اللي كيوقف عليا الناس مابقاش نقدر نمشي ليه لكن كيشوف لكن كيشوف فيا كنقول ليه عرض ليا فلوس راه وليداتي راه مشردين كاين اللي بلا صنداله كاين اللي بلا لبسه كاين بعد المرات ما كنعيش كعيدوا ليا الناس كاين بزاف ديال الحوايج قلت لك نطلب من الناس يوقفوا معايا فريقاتي ويرجع لي فلوسي باش انا ندير المحل وليداتي وباش انا تكون عندي داري حيت انا تشردت انا وليداتي عندي دريه ما كتسمعش خاصها صناطه عندي دريه فيها غلوتين المرض الغلوتين يعني راه عارفينه الناس وبزاف وليداتي تشردوا كنطلبين الناس يكسيوهم ليا ونطلب الناس اللي يعاونوني عليهم كنتمنى حتى شي واحد ما يطيح في هذا الموقف اللي طعت فيه انا يعني خاص الناس تسول وتبحث وتعرف مع من كتمشي مع من كتجي الا بغاو يشريو ما يحطوش فلوسهم بحال كيما حطيتهم انا وما رجعوش لاش شي واحد يصوب ليا شي حاجه ملي كنبدا نعاود ليه كيقول لي انا راه اختي مليون نقتل عليه كيفاش انت صبرتي وبقيتي بعقلك وبقيتي يعني مع وليداتك كيفاش بقيتي هكا كيفاش تبقيتي هكا نهار اللي سمعت الدار بان هادي ماشي ديالي غيبت 8 السوايع كيصرفقوا فيا وما نطش ما نطش شي بالنسبه للنمره ديالك شحال 07 05 05 41 79 65 الحل الماديه ديالك كي دايره كيفاش كدوزوا الشهر كيفاش كد اش غنقول لك واخا نعيا نقول لك ما غاديش نقدر منا بزاف قرط فيها من هكا ديرني من هكا قرط فيها من هكا بزاف كت مليت من هاد العيشه مليت بزاف بعد مرات كنقول انا اللي درت هادشي نهز واحد في ولادي ونزيد لشي بلاصه ما نبقاش هنا حيت انا اللي شردت وليداتي انا اللي مشيت ما سولت ما والو شديت الفلوس سقت يعني كنسحب راسي انا نيه باقي الناس نيه معايا كنسحب الناس كلشي نيه اش غنقول لك اخويا الله يصاوب الجميع ما سمعتش انا كنجمع شي رحيل كان كيقول لي ملي تكاتبنا ولا كيسدو ملي ولا متكاتبنا ولا كيقول لي شنو بغيتي في روبيني دارت في السطح قلت لي بغيت الروبيني دارت هكا قال لي الا بغيت تصبني زريبيه ولا تصبني شي حاجه عاود قال لي واش بغيتي الشبيك حيت قال لي بانوا لي عندك الدراري صغار وقلت ندير لك الشبيك
شويه ثاني عيط لي واحد السيمانه اخرى قال لي واش بغيتي طواليت عاديه ولا طواليت كرسي. يعني كيتثبتني صافي. ملي قرب ملي تكاتب معايا ديك المره ملي تكاتب معايا دار شهر قال لي شهر عاد غتسكني الدار الدروج باقي ما مصلوحينش. صافي ملي قرب الشهر بديت كنعيط لي كيقول لي جمعي حوايجك راه انا عندي الكاميو ديالي اللي كنهز فيه السلعه غادي انا ندي لك الحوايج. جمعت حويجاتي وفرحانه وما نقولش لك جمعت حويجاتي وفرحانه بانه غادي يجي في العشيه يديني للدار. ملي كنمشي ما جاش تعطل عليا ما جاش. مشيت انا شفت الدار مشيت كنلقى واحد هذاك النهار اللي قال لي غتجمعي حوايجك وغتمشي. جمعت حوايجي هنا وغادي نمشي حيت تعطل عليا ما بقاش كيجاوبني. ملي قلت لي اليوم راه خصني ندخل للدار ما بقاش كيجاوبني في التليفون. قلت لبنتي الله معايا نشوفوا هاد الدار واش كملت. ملي مشيت كنكتشف راجل بانه جالس في الدار جالس في الباب. قلت لي السلام عليكم قال لي السلام. قلت لي الدار كملات قال لي علاش كتسول يا بنتي. قلت لي بغيت نسول هاد الدار واش كملات في سميتو واش كمل لا موزيك ديال الدروج. قال لي لا موزيك كامل علاش كتسولي. قلت لي هاد الدار راني شريت البروميان. قلت لي راني شريت البروميان. قال لي البروميان شريتيها منين دخلتي لها. قال لي انا الدار ديالي. قلت لي شنو قلتي. قال لي ديالي هاد الدار. قال لي هاد الدار ديالي وما عند حتى شي واحد. وريته كنت انا صورته ملي مشيت كاتب معايا في كازا صورته وريته التصويره. قلت لي هاد التصويره. قال لي هذا جا قال لي باغي نشري لختي. جا قال لي غنجيب اختي تشوف. قال لي غنجيب اختي تشوف ولا عجبتها راه غتاخذها. قال لي عم هادي داري قال لي وباني انا وما كاينش معايا هاد السيد. قال لي نصب عليك صافي ثاني تمايا صافي تماما. كنعيط لبناتي كنقول لهم شوفوا لي الورق شوفوا لي شنو مكتوب فيهم. هاد العنوان ها كاين وها كاين. كتقرا بنتي هنا في الدار جبدت الوراق كتقرا كتلقى من هاد العنوان اللي مشيت لي انا باش نتحول ليه ماشي هو. كنلقاوه فتح اخر فتح جوج وغير ما كاينش العنوان ما كاينش في هاد الدار. كتقول لي ماما راه هادي راه فتح جوج هادي راه مكتوبه في فتح جوج وفيها نمرة اخرى راه ماشي هاد النمر اللي عطيتيني. تما تصدمت وجيت نبكي وقلت ثاني داروها بيا. قلت ثاني داروا به وكيعيط ليا كيقول لي الاخر كيقول لي يلاه فسخي معايا العقد الاول. كيعيط ليا كيقول لي فسخي معايا العقد الاول شتك ما فسختيش معايا. انت تكاتبتي على هاد الدار وخديتي هاد الدار وما تفسختيش معايا العقد الاول. قلت ليها انت انا حيت ما تقتش. قلت ليها انت ملي ندخل الدار ونسكن فيها غادي نمشي نفسخ معاك العقد. قال لي صافي ماشي مشكل. دابا عندي جوج عقود عندي جوج بارتمات وتا وحده ما فيها حتى وحده ما دخلت ليها وحتى وحده ما